السلام عليكم اخوتي واخواتاتي، نتمنى انكم تكونوا في تمام صحة وعافية ان شاء الله، وشكرا على تعليقاتكم والمشاهدات ديالكم الزوينين، شكرا بزاف. وكما كنرحب بالناس الجداد اللي يلاه دخلوا للقناة، وان شاء الله يا ربي نكونوا عند حسن الظن ديالكم وما نخيبوش ظنكم فينا واملكم فينا، وشكرا. قد تشاركوا معنا في الاقتراحات والاراء ديالكم باش نقدموا الافضل والافضل ان شاء الله. يهمنا بزاف انكم تعطيونا حتى نتوما بعض الافكار وبعض المقترحات باش ان شاء الله نبقاي نقدموا لكم دائما الجديد ويكون في مستوى التطلعات ان شاء الله. وبلا ما نطول عليكم المقدمه، على بركه الله. بسم الله. كيف ما كتشوفوا احبائي، هادو هما القنون اللي جبنا داك النهار من السوق. راه كبروا دابا تبارك الله، دابا شويه مره كنعطوهم في الماكله ديالهم خيزو ولا الشعير ولا الكارط ولا الربيع، كنجيبو داك الربيع الخضر كنجيبوه بديك النقاشه ديال الارض كنحفروا عليها وكنعطيوهم الماء بطبيعه الحال، وهما دو كبروا هادو مازال تشوفوا ان شاء الله حيت يولدوا فاش يخرجوا الفراخ الصغار، وفاش ان شاء الله المشاهدين ديالنا الله يخلي لنا وجوهكم، الله يستر عليكم، الله يعطيكم النجاح، الله يستر عليكم، الله يعاونكم كما كتعاونونا، وراه فرحانين بزاف المشاهدات ديالكم كيتزادوا وكيتزادوا في قلوبنا في الفرحه، الله يخلي لنا وجوهكم. بلا نتوما راه ما سوينا والو، داكشي اللي كاين. احنا دابا كما كتشوفوا دابا راه عندي شي شياه لداخل، راه ما كنلقاش نخرجهم لهنا يسخنوا الشمس، ضيقوا عليهم الدجاج صافي ما كنلقاش نخرجهم، حيت الدجاج الهيه اللي كنحط فيه الشياه جات هاد الوقت عاوتاني ما كنلقاش ندير الدجاج وكنجيبهم لهنا. اليوم راه قلت نصاوبوا لهم هاد البريكه هادي الدجاج يتشمشوا هنا، وحيت يبغيو يدركوا ولا ولدي يدخلوا لهاد البيته باش نبدا ندي الشياه اللي يتشمشوا حتى هما وياكلوا على راحتهم، وحنا كنكبروا مع الوقت. شوف هكا كنرقعوا منه ونرقعوا منه ونمشوا مع الوقت. كما كتشوفوا انتم دابا عاودتاني غنعطي ان شاء الله تشوفوا معايا الشياه حيت نجيبهم لهنا وندير الدجاج هنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. هاد البراكه اللي بنيناها عندها دور واهميه كبيره، غادي نعزلوا فيها الدجاج ونخرجوا الغنم يتشمس في هاد الكوري اللي ما مسقفش. بنيناها بمواد بسيطه ومن داكشي اللي كاين عندنا مخبي في الكوري في المدينه، تتلاح كلشي في الازبال من بعد الاستعمال ديالو، عكس الباديه الا بغيتي ترمي شي حاجه خاصك تفكر 100 مره قبل ما تلوح بها، لحقاش ممكن توقف عليها شي نهار وما تلقاهاش. مثلا الديشي ديال الخضره والفاكهه او ديال الخبز الكارم في الباديه عندنا تتعطاو للماشيه ولا الدجاج، وهاد البراكه اللي تتشوفوا دابا
تبنات بخناجي وحصاير حالتهم حالة وعواد ديال الصفصاف جبناهم من جنب الواد. صافي قلت قامت علينا بصفر درهم مع هذا السيد الله يكثر خيرو اللي خلصنا التغراض ديالو وتبارك الله عليه صايب ليها مزيان من داكشي اللي لقى موجود عندنا. خلاصة القول، البادية تتخليك تقدر أي حاجة كما بغات تكون. الشتا إلا تتصب تتعرف قيمتها ملي تبغي تسقي وتشرب الماشية ديالك وتعطيها الربيع باش تعيش هي وتعيش حتى انت من المدخول ديالها. كذلك الشمس إلا شرقات تتفرح لأنك غتقضي شغال عندك على برا الفدادن ولا فلاحة عندك بعيدة على الدار. نص ساعة ولا ساعة إلا بقات لك من النهار تتفرح كذلك لأنك غترتاح فيها ولا تشرب فيها شي كاس مشحر ديال أتاي كما درنا في هاد الجلسة أنا وسيهام وعبوج. ارتاحينا وجمعنا وضحكنا وهذا هو سير السعادة والراحة النفسية اللي تيحس بها أي واحد جا للبادية ولا مشى للطبيعة. ونزيد كبر من هكا وخذها مني نصيحة، بغيتي تعيش سعيد ومرتاح في حياتك قدر أي حاجة نعم الله عليك بها، قنع بها وحمد الله وشكروا عليها. إلا أنت تتشوف دار ولا طموبيل ولا تعيش في الثراء ولا في قصر وحزين أن الله سبحانه وتعالى ما قدرش لك تعيش في ذاك المستوى، فكان واحد آخر مسكين تتمنى يرجع ليه البصر دياله ويبقى يشوف بعوينته بحالك. ولو كان عنده القصر والطموبيلات غيبيعهم باش يرجع ليه الشوف. فاللهم لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. خوتي خواتاتي، شكرا لكم بزاف على المشاهدة، وعيدنا غدا بإذن الله. السلام عليكم.